السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. 1/1/2021 اول يوم في السنة الجديدة، يا رب تكون سنة جديدة سعيدة على مصر والأمة العربية كلها، يا رب نحقق فيها كل أحلامنا وكل حاجة وحشة تروح وكل حاجة حلوة تكمل معانا بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك بيفرض نفسه عليا، يعني كل حاولت كتير أأجل الكلام فيه، ولكن يعني ناس كتير بتعاني منه ومحتاجة الكلام فيه، محتاجة تفهم أكتر عنه. موضوع السحر موضوع ممتد معانا من آلاف السنين، من أيام ربنا ما أنزل هاروت وماروت يعلموا الناس السحر في بابل، وكانوا قبل ما يعلموا الناس السحر، قبل ما يعلموا أي حد السحر، بيقولوا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فموضوع السحر للأسف يعني آذي ناس كتير، وموضوع أنا عايزة أتكلم فيه النهاردة يعني ما بين الإفراط والتفريط. ناس كتير ما بتؤمنش بيه وبتقول إن السحر ده من شأن، أو المؤمنين بيه من شأن محدودي الثقافة الجهلة، ولكن يعني هي مش كده. أو إحنا مؤمنين بالله والسحر ذكر في القرآن، وناس تانية بتعلق أخطائها كلها على شماعة السحر، بتعلق فشلها وإخفاقاتها كلها على شماعة السحر. واللي متابع مننا الكورة هيشوف الفريق اللي بيخسر بيعلق أخطائه أو بيعلق خسارته على شماعة السحر. وفي أفريقيا بالذات معروف إن فعلا بعض النوادي أو بيعملوا فعلا سحر كروي، في سحر كروي مخصوص في أفريقيا، وفعلا يعني هناك هم مهرة في موضوع السحر ده. أفريقيا متخصصين في سحر الفودو كمان، سحر العرايس والدمى. ومش هطول عليكم، يعني احنا هندخل على طول في الموضوع اللي هو السحر، وهنتكلم فيه من خلال تخصصي اللي هو تفسير الأحلام. قبل ما اتكلم فيه أحب أقول حاجة، أحب أقول إن ربنا مش بيدينا الرؤية التحذيرية علشان يخوفنا ولا عشان يحزننا، لا، هو بيديها لنا عشان بيحبنا، بينبهنا إن في مشكلة عايزين نعالجها. زي بالظبط كده التشيك انجن بتاع العربية لما بينور بنبقى محتاجين نروح التوكيل نشوف فيها إيه. هو بالظبط الرؤية اللي فيها إنذار من مشكلة ربنا بيديها لنا علشان بيحبنا. وما نقلقش من حاجة، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. فكل شيء بأمر ربنا، وربنا بيسبب الأسباب. الرموز السحر في الحلم. كلمة سحر كسحر، يعني كلمة سحر كسحر أو السحر بنفسه لو شفته يبقى ده معناه إيه؟ بعيد عن حديث النفس طبعا، يعني بعيد عن حديث النفس، السحر رؤية لا خير فيها على الإطلاق، يعني ما فيهاش خير، كلها شر، ومش هتخرج عن امرين، اما سحر، اما فعلا في سحر عند الشخص اللي شاف سحر، او في فتنه هيتعرض ليها، فتنه بقى، فتنه في دينه، فتنه شهوه، فتنه مال، ولكن في مشكله. بعيد عن حديث النفس وتحزين الشيطان طبعا، رؤيه الرؤى اللي فيها دلالات زي كده، او الانسان اللي حاسس بحاجه زي كده، لازم اللي يفسرها له يكون حبيب او لبيب، حد متخصص او حد بيفهم، لان الموضوع شائك جدا، وممكن يختلط معاه حديث النفس، وممكن يدخل فيه تحزين الشيطان. فبالتالي بتكون محتاجه حد بيفهم يقدر يفهمه الدنيا فيها ايه. ده لو حلمنا بكلمه سحر كسحر. لو حلمنا بسحر بيتفك نعرف ان هي مشكله بتتحل، وربما يكون سحر فعلا اتفك، وربما فتنه وربنا نجاك منها، مرض ربنا نجاك منه. لو حلمنا بسحر فكناه بسحر، فهي في الحقيقه، او فكناه بغير القران، في الحاله دي بتبقى خروج من معصيه بمعصيه، او خروج من فتنه بفتنه. دلالات السحر بقى نفسها،
طبعا احنا السحر يعني السحر كسحر، السحر مشهور جدا في بلاد افريقيا اكتر. السحر ليه يعني سيان بقى حلمنا بسحر، سحر ابيض، يعني الرموز اللي هتطلع لنا في السحر دي هتكون دلالة على ان في سحر. الرموز ديت هنعرف اقدر اعرف منها ان انا مسحور، هتقدر تعرف منها انك مسحور، وتقدر واحتمال كمان تقدر تعرف مين اللي عمل لك السحر ده، واحتمال كمان نعرف ايه نوع السحر ده، يعني مأكول، مشروب، مرشوش، سحر عرايس، فودو افريقي، سحر شموع مغربي، سحر مدفون، سحر ملفوف، كل ده بيبان من رموز الرؤى واجماع الرؤى. وبرضه ناخد بالنا من حديث النفس، يعني اللي قاعد بيسمع دلوقتي لو هو شوية بيحط في باله او ما يركز. هنخش بقى دلوقتي، بالمناسبة انا قلت سحر ابيض او سحر اسود، مفيش حاجة اسمها سحر ابيض. في البعض بيعتقد ان السحر الابيض اللي مش هأذي بيه حد، هعمل يعني هعمل سحر طاعة لزوجتي عشان مش بتسمع كلام، وده للأسف ناس كتير يعني والله مثقفين مش جهلة بيدخلوا لي في الخاص في صفحة التفسير، انا عايز اعمل سحر طاعة او سحر سلب الارادة بكام. فبجد يعني انا مش فاهمة ده سحر ومجرم وزي السحر الاسود. رحت لحد غير ربنا تطلب منه شيء تتحكم فيه بملكوت الله، فسحر هو في الاخر سحر. مفيش سحر ابيض ولا سحر اسود ولا سحر احمر. السحر الاحمر مش مشهور قوي بس موجود، يعني بزعفران، بدم، بيتعمل بدم الحيوانات، ولكن مفيش حاجة اسمها سحر أبيض وسحر حلال وسحر حرام. سحر الأبيض كمان يقولك سحر فك العمل، فك العمل بعمل برضو حرام، مش يعني سحر برضو. هنخش بقى على رموز السحر. أو إيه أحلم لو حلمت بإيه أقدر أعرف منها إن في عندي مشكلة؟ أولا طبعا الرمز كرمز لمليون دلالة، بتكون لازم إجماع الرموز، ولازم تكرار الرؤى، ولازم أعراض تانية بتكون موجودة في اليقظة، يعني بتكون في شكل معين. أنا وبعض المتخصصين بنعرفه من نظرة العين، لمعة معينة في العين، تبريئة معينة في حدقة العين، اصفرار معين في لونها، اصفرار معين في لون البشرة، هزة معينة، إيماءات معينة، بيبان يعني كل الأشياء دي مع حركة غير طبيعية في المجال العام المحيط حواليك. مش لازم تكون بتسمع أصوات أو في حاجة واضحة قوي، لا، عطلة غير مبررة وغير طبيعية في حالك، يعني أنت في الشغل البوزيشن بتاعك حلو قوي والدنيا حلوة معاك واخد كورسات واخد شهادات وبتاع كل ألو أيوة اتفضلي، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. الو ايوه انا على الهواء. الصوت بعيد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت مش في السماعات معايا، اتفضلي انا سامعاكي. لو سمحت انا عندي رؤيتين. اتفضلي. اول رؤيه انا حلمت ان انا ماشيه في شارع، والشارع دلوقتي بتكلم مع اختي في التليفون، وانا بقول لاختي ان انا معمول لي سحر. تمام. فبقول لها ما تتكلميش وما تقوليش لحد ان انا عامل لي سحر او حاجه زي كده. فببص جنبيها لقيتها اتقلبت خالتي، فبقول لخالتي يا خالتي ما تقوليش ان انا ما حد عامل لي سحر ولا حاجه، انا مش عايزه افتح اي موضوع من الكلام ده. الصوت يوطى شويه. خلاص انا برضك. الصوت يوطى شويه. لا الصوت كنترول، الصوت يوطى شويه. اتفضلي معاكي. فبقول لها بقول لها يا خالتي ما تقوليش لحد ابدا ان انا معمول لي سحر او حاجه زي كده. فقالت لي خلاص ماشي انا مش هقول لحد. وبعد كده وانا مشيت شويه وانا كان حاطه السماعات الهاند فري في وداني وبتكلم مع اختي، وخالتي خلاص مشيت. ففضلت ماشيه وانا بتكلم مع اختي وسرحانه، فلقيت نفسي في مقابر وانا ماشيه اخر الشارع كده، فبصيت لقيت واحد قاعد يعني على جنب مقبره وكده، فبقول ده وانا سرحت وانا بتكلم مع اختي. فبعد الظهر كده لقيت لك الشارع اللي ورايا اتسد والمقابر عليت لفوق. تمام. وببص لقيت في واحده برضك نفس التكرار معايا برضك، هي برضك سرحت معايا في الكلام متهيئ لي او هي ماشيه بتراقبني حاجه زي كده. فالراجل بيقول لي طب عاودي من الشارع وعدي. قلت له انا مش عارفه الطريق والمقابر عليا. فبصيت قال لي خلاص الشوارع اللي دي هعدي منها ممكن يفتح لي الطريق وتعدي.
فانا دخلت لقيت لك المقابر كده في شارع صغير كده كانه سلم، فانا طلعت السلم ده في مقبره على يعني مقبرتين عاليين عليهم صبار، ثلاث صبارات. تمام. تمام. رحت انا معديه وسط الصبارات دي وطلعت، فقلت للبنت اللي كانت معايا اللي هي كانت تايهه دي، قلت لها خلاص انت ندلي وانا هندلع وراكي. ففي واحد كان واقف على اخر السلم، فاول ما شفت انا نفسي اتكسفت، فقلت لها خلاص ندلي انت وانا هندلع وراك. فاول ما ندليت ففي واحد الو ايوه سامعاك يا فندم. كده معاكي تمام. وبعد كده رحت انا ندليت، وفي ست وقفتني كده قالت لي انت ازاي تعدي على طفل ميت؟ قلت لها ما فيش حد ميت. قالت لي على السلم. فهو طول اكبر من كفه ايدي كده شويه، وهو ملفوف فضه بشاش ابيض ومعاه سلوتيب. فبقول لها ده عيل، ده ما اعرفش ايه ده. قالت لي لا ده عيل صغير وميت. فهم ثلاث بنات وقفوا لي على الباب بيقولوا لي حظي الله ونعم الوكيل، وقول اللي هو بعتك قولوا لي ان هو احنا بنقول له حظ ان انا وكيل، واحنا عارفينه احنا ما اذناكمش في حاجه، بس انتوا عايزين تاذونا. هي بتقول لي كده، هم ثلاث بنات. تمام. فعمي راح عمي قال خلاص 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 يلا احنا مالناش دعوه بيهم الناس دي. فانا عماله كبر معاهم واقول لهم طب انا ما عملت لكمش حاجه، هم يقولوا لي حظ ان الله ونعم الوكيل فيكي. المهم خدت بعديها خالي عمي قال لي يلا اسمه عمي اسمه ناصر، فخدنا بعضنا ومشينا. تمام. وبس كده. انا عايزه اسالك سؤال، حالتك الاجتماعيه ايه؟ يعني متوسط. لا متزوجه عزباء؟ لا انا انسه. انسه. تمام. انت اتعالجتي قبل كده من بالقران من انا حضرتك مش الحلقه دي، لا اللي قبلها انا اتصلت بيكي وقلت لك ساعتها العرايس والدميه وقلت لك العرايس اللي مربوطه على بطن البلح وكده، انت فاكراني؟ طب تمام. انا قلت لك وقتها 41 يوم تتصبحي، وقلت لك سوره البقره وتتصبحي، الحاجات اللي قلت لك عليها عملتيها؟ انا حاليا مواظبه عليها. الرؤيه دي قبل ولا بعد؟ لا دي بعديها. بعديها. طيب. هو واضح طبعا انه في اذى بين، والسحر بتاعك للاسف سحر مقابر، وانت كملي ال 41 يوم زي ما احنا اتفقنا بالظبط، وربنا يعفي عنك. يعني الرؤيه انت كده حرقتي لي نص اللي هقوله دلوقتي في الرموز. اتخيل ليكي وتشبهتي اختك بخالتك وشفتي مقابر ودعاء وحسبنه والمقابر عليت والشارع اتسد، كل ده كده من رموز السحر باين يعني، والعلامات اللي بتشوفيها بعد ما بداتي بالعلاج بتبتدي بقى توضح لك مين يعني الاذى في ايه ونوع السحر ايه والحاجات دي اللي بتشوفيها الفتره دي كلها يعني. بس شكرا ليكي سناء. هكمل بقى رموز السحر. رموز السحر اول حاجه هاروت وماروت وبابل واليهود. لو شفنا اي حاجه من دول في المنام نعرف ان احنا في مشكله وفي ربما في سحر، طبعا باجماع الرموز، علشان انا مش عايزه اخوف الناس، مش هي اجماع رموز ومعبر اللي هيعبر لك ويقول لك الدنيا فيها ايه. السموم بانواعها، اي سم تشوفه بيكون دلاله كمان على نوع السحر، وبيكون سحر ماكول. شفت اكل في سم، حد حط لك سم في اكل بتاع، بيكون السحر ماكول. والمبيدات بتكون دلاله على سحر مرشوش. الملابس سرقتها، حرقها، ضياعها، تقطيعها، تمزيق الملابس، يعني بيكون دلاله على ان سحر اتعمل ليك على ملابس، على هدوم. الصور تشويهها، تقطيعها، حرقها، بيكون دلاله على سحر صوره. الاشياء السوداء والاشياء الحراقه والاشياء الكاويه زي الصودا الكاويه وميه النار والفلفل الاسود، كل ده بيستخدموه الصحراء. اي حاجه انا بقولها هنا مش جايه هباء، الحاجات دي كلها بتستخدم في صناعه السحر. الو معانا اتصال، اتفضل. ايوه معين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي حلمين صغيرين بس. اتفضلي. اول حلم حضرتك حلمت ان انا واقفه عند المقابر، وحلمت ان خالي ليا خال متوفي لسه كان شاب يعني ومتوفي، حلمت ان هو جاي كده في جامع جنب المقابر عندنا، فهو جاي فانا واقفه عند التراب بكتب حاجه يوم الاثنين على المقابر، مش عارفه ايه اللي انا بكتبه بس في يوم الاثنين. فخالي معدي عليا فبقول له شاور لي كده بايديه يعني ازيك يعني، فقلت له ازيك يا خال عامل ايه، فهو ما بيردش عليا وماسك كراسه في ايه
وداخل الجامع، وتاني داخل الجامع وبكلمه وما بردش عليا، تاني داخل الجامع وانا بتكلم معاه وبقول له ده انا هروح اقول لاخوالي اللي انت عايش، ما انتش ميت، فهو ما ردش عليا ودخل الجامع. تاني حلم حضرتك حلمت ان في حربايه، الحربايه ديت قرفتني، فانا مكان ما قرفتني فقاعده يعني شربت صبعي وقعدت اخرره دم، فما خرجت دم حسيت ان عروقي بتزرق او بتحمر، فقلت اشر يعني بقيت اشفط الدم اللي في مكان الحربايه ما عضاني عشان الدم يعني ما يوصلش الدم يموتني، يعني الدم المسمم. تمام. فالحلم خلص على كده. معلش حلم صغير كمان ممكن اقوله لك؟ تمام، يا رب ما انساش الاولاني، اتفضلي. الحلم حلمت ان واحد متوفى عندنا شاب، ان القبر بتاعه يم قبله، فالمقبره بتاعته فيها سلم وعليها ورد، فانا نزلت المقبره ديت فلقيته، فبيقولوا لي ده هو مدفون في الدور الثالث، فانا طلعت الدور الثالث فقاعده اقول لهم الله ده الحته اللي هو مدفون فيها ده مش قبر، فقالوا لي ده هو في الدور الثالث، محدش هيندفن هنا غيره. ده الحلم الاخير. شكرا، شكرا لحضرتك. اهلا بيكي. تمام. الرؤية الأولى، أنت توهتيني في ثلاث أحلام. الرؤية الأولى خالك، هو ده خبر هيجيلك، هيكون خبر غريب هتستغربيه، وفي حاجة تانية، خالك محتاج تطلعي له صدقة وتشوفي لو حد من أولاده موجود يطلع له صدقة، هو ما سمعش. فطبعا ربنا ذكر في يعني صم بكم من عميهم، ففي مشكلة انه ما سمعش، فان هو محتاج منك صدقة. دي الرؤية الاولى. الرؤية التانية كانت ايه؟ انا الرؤية التانية السلم اللي في المقبرة، الحرباية دي واحدة صديقتك، واحدة صاحبتك، هيحصل منها موقف هيوجعك قوي، ولكن انت هتتجاوزي الموقف ده بذكاء منك وبفطنة، مش هيأذيكي، بس هو هيكون موقف غير متوقع، وقرصة تاخدي قرصة منها، واحدة انت مأمنة لها، بس هي واحدة متلونة قدامك بوش ومن وراكي بوش، بتغير لونها، بتغير جلدها، فانت تخلي بالك وتكوني حذرة في علاقاتك المحيطة بصديقة منك، يعني ما تخليش القرصة تيجي، انت من الاول انت تتعاملي بذكاء وبحكمة. الحلم الثالث، والله اللي انت حلمتي بيه ده دلالة سلم وعليه ورد، وهو في مكانة عالية محدش هيوصل لها، هي مكانته الحمد لله، يعني مكانته عند ربنا حلوة الحمد لله، يعني ما فيش حاجة في الرؤية أكتر من كده. أنا هكمل الرموز اللي معايا بتاعت السحر عشان معايا الرسائل وهيزعلوا مني. الخادم والخادمة، طبعا احنا عارفين أي سحر بيبقى ليه خادم، خادم السحر. لو حلمنا بخادم، خادمة، شكله غريب، شكله كلمة خدمة، كل الكلام دوت بيكون دلالة على ان في مشكلة عندك، في سحر، في خادم سحر. وعلى فكرة بالمناسبة السحر بيبقى محتاج علاج، والعلاج انت تقدر تقوم بيه بنفسك، من نظام غذائي معين رباني على سنة الرسول، لعبادات بطريقة معينة وأذكار بطريقة معينة. لو ما تعالجش خادم السحر اللي احنا بنتكلم عليه ده، بيعشق الجسد اللي هو موجود فيه عشان بيحرس السحر بتاعه وبيتحول لجن عاشق، والمشاكل بتزيد، يمنع بقى من الارتباط للعزباء، ويمنع من الانجاب للمتزوجة، ويفرق بينها وبين زوجها، هو حبها خادم السحر ده حب الجسم، فكترة سكنته في الجسم، كترة سكنه الوقت طول سكنه في الجسد بدون علاج بيؤدي لعشق الجسد. انا معايا الرموز ما خلصتش. اوكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا ليا عند حضرتك طلبين، اتفضلي. يعني حلم وعايزه بس رقم تليفون حضرتك. تمام، اتفضلي قولي الحلم وهنخلص وهيدوكي رقم تليفون في الكنترول. ماشي. انا حلمت باتنين شباب وانا اعرفهم في الحقيقه بس ماليش اي علاقه بيهم خالص، بيهوشوا على بعض بسكينه. تمام. وواحد فيهم اسمه علاء بيهاوش على واحد اسمه سمير، ففضل يهاوشوا على طريق كده وسكه اسفلت يعني،
فعشان يعوره، فراح معوره ما عوروش، جري منه راح منشل عليه، خبطه بالسكينه جت في بطنه. سمير ده خلع السكينه من بطنه حشا، وراح منشلها على علاء، راحت جت في بطنه. انت ما تعرفي، انت ما تعرفيش سمير وما تعرفيش علاء، يعني علاقه شخصيه، انت علاقات سطحيه كده ما تعرفيش عنهم حاجه صح؟ لا، من جيراننا. جيراننا بس. تمام. انما علاقه بتربطني بيهم لا خالص. تمام. وعلاء وقع على الارض، بس هو ما توفاش، بس مغمى عليه. وجاء سمير كده يمت بيتنا، فكان واخد حديده وهيروح يخلص عليه، فانا حشت الحديده منه، فقلت له لا لا لا، فخد حاجه تانية كده ومشي. فجيت قعدت في البيت، حد كلمني في التليفون زي اخويا او حاجه، فقالهم انتوا اللي عرفتونا بيهم، واحنا ما كناش نعرفهم وكده ومش عارفه. فانا رحت قلت له، فانا برد عليهم بقول لهم هم كده موجودين هناك، والاسعاف ما احنا ما نعرفش هو الحكومه جت ولا لا، والاسعاف جت خدتهم ولا لا. فحد رد عليا قال هي احنا سمعنا صوت اسعاف شكله جت خدتهم. تمام. انت حالتك الاجتماعيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ يعني متزوجه ولا عزباء؟ انا متزوجه، معايا ولدين. معاكي ولدين؟ طب تمام خلاص اوكي، شكرا. طيب تمام. طيب هرد عليها اوكي. تمام اوكي. طبعا الحلم في لخبطة كتير في حياتك، واضح ان انت الحلم نفسي بحت، في مشاكل عندك، في صراعات داخلية، في يعني محتاجة شوية تظبطي عباداتك، وفي مشاكل عندك نفسية أسرية، وهيجي يعني المشاكل دي احتمال توصل لإجراء، يعني يكون فيها إجراء شوية قانوني يعني، فتكوني حذرة شوية في تصرفاتك وفي قراراتك اللي هتاخديها الفترة الجاية، والله أعلى وأعلى. أنا ممكن أخد بس، أنا مش ماشي، هاخد اكمل معايا طيب اوكي. اتفضل يا محمد. طب اكمل. ايوه محمد اتفضل. الو. طب اوكي. قلنا الخادم اوكي، النجاسات بانواعها بقى، بدم، بول، براز، مني، اي نجاسات بتكون دلاله على السحر، معروفة السحر بيتعمل خصوصا السفلي على نجاسة طبعا. الصلاة والعبادات في الحمامات أو المزابل أو الأماكن القذرة بتكون دلالة على سحر. الكلاب وخصوصا اللي لونها أسود أو ليها شكل معين، بلاش عشان حديث النفس أوصفه يعني. البير وخصوصا المظلم، المقابر والأموات وكل ما شبه ذلك، العذاب والتعذيب، القفل، سلك المواعين بيستخدموه للأسف يعني، الخيوط والشعر والأحبال والعقد، الرموز المشوشة واختلاط الأشياء، زي قصة سيدنا موسى وألقوا حبالهم وعصيهم، خيل لهم من سحرهم أنها تسعى، الليل والضلمة والسواد والحاجات دي كلها بتكون دلالة على سحر أسود. التتوه والتشنج والسقوط من مكان عالي لمكان سفلي، والجلوس على في مكان سفلي بيكون دلالة على سحر سفلي. قراءة القرآن بالمقلوب، والحيات والأفاعي والعقارب وكل ما شبه ذلك من الحاجات ديت بتكون دلالة برضو بيتعمل عليها السحر. الحجابات والكتابة الغريبة والطلاسم والحجابات، مش الإشارب، لا الحجاب، الحجاب اللي بيعملوه بتاع السحر. الغنى والمزامير والموسيقى وحاجة تانية كمان، الفراعنة والأثار الفرعونية والحاجات دي كلها برضو بتكون في أحيانا كتيرة دلالة على كده. الدمى والعرايس والحاجات دي، سحر الفودو بتاع أفريقيا، بيجيبوا العروسة ويشقوا قلبها ويحطوا فيه قلب حيوان بيذبحوا بيشقوه وعايش، حاجات كده يعني، بيربطوا العروسه بالشخص دوت وبالشخص اللي هو المذكور المقصود اللي هيعملوا عليه السحر، بيربطوا بينهم
يعني بيعملوا بينهم لينك كده علشان بعد كده بيعذبوا ويحرقوا وحاجات غريبة كده يعني. ربنا يعافينا يا رب. الرمي، القصف، الرمي من مجهول، رمي شيء عليك او الحاجة دي تعرف ان فيه سحر. الجن، ومش دايما الجن على فكرة، احيانا كتير بتكون لها تفسيرات تانية، بس من ضمنها الجن والحاجات دي بتكون دلالة على سحر. الأحلام الجنسية بتكون دلالة على جن عاشق زي ما احنا قلنا من شوية. الأحلام الجنسية والعرية والحاجات دي كلها بيكون في مشكلة. الشخص لما يحلم بمرض، هو شخص سليم وحلم بمرض، المرض ده سحر أحيانا كتير مش دايما. النار والاحتراق، طبعا النار، الجن مخلوق من النار كلنا عارفين يعني، فالنار والاحتراق والحريقة وريحة الشياط والحاجات دي كلها بتكون دلالة على سحر. الإبر والدبابيس والمسامير والحاجات دي كلها دلالة برضو بيستخدموها برضو. الأمل والحشرات في الراس، الهرش والحكة في الجسم كله برضو سحر. البكاء والعويل والحاجات دي، والجنازات والنعوش والحاجات دي كلها دلالة على إن فيه للأسف سحر. البيوت المهجورة بيحلموا بيها كتير جدا اللي عندهم عارض روحي. البيوت المهجورة والأماكن المهجورة والمزابل والحاجات دي كلها دلالة على سحر. الخرابات والحاجات دي كلها. أكل الكوسة نية، أكل الكوسة نية دلالة كتير على سحر. الجنينة، والجنينة جاية من الجن، الحاجات المشتقات الاسم كلها برضو بتكون دلالة على سحر. الساحر بقى لو حلم ببطيخ يعرف ان سحره الحمد لله بفضل الله بطل، ابطل الحمد لله يعني. اخر حاجه بقى، انا اختصرت وعديت حاجات جدا عشان التايم. اخر حاجه احب اقولها، محدش يخاف من اي حاجه قلتها يعني، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وربنا قال كمان ولا يحيق المكر السيء الا باهله. والكل مسحور باذن الله تخرج منها ماجور، معافى وماجور ان شاء الله باذن ماجور، ويمكن كمان مرزق يعني. سبحان الله، يمكن ربنا يرزقك من المصيبة اللي وقعت عليك دي، يرزقك بحكمة، يرزقك بـ 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 بحسنات، يرزقك بـ يعني رزقك هيجي لك ولو على إيد عدوك، ممكن تخرج منها مرزوق. لا بس بإذن الله تحاول تعمل بكل إرادتك تسعى ناحية ربنا، وإن شاء الله ربنا مش هيخيب ظن. هخش على الأحلام. أنا اختصرت كتير في الموضوع، كنت عايزة أتكلم فيه بهدوء وتفاصيل أكتر من كده، بس اختصرت كتير علشان اللي بعتولي أحلام كتير قوي. راشا إبراهيم، حلمت أني بسوق عربية نقل. طبعا العربية النقل ضخمة وكبيرة، هي ولاية بإذن الله هتتحط فيها بإذن الله تكوني قدها، فإن شاء الله هي الرؤية مبشرة مبشرة، وفي نفس الوقت محتاجة منك تكوني حذرة. أنت هتتحط عليكي مسؤولية وهتكوني قدها بإذن الله. معنا اتصال، أم أحمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. لو سمحت أنا معايا حلمين صغيرين. اتفضلي. عمال أنا حلمت، يعني حلمت حلم امبارح ان انا كنت في مكان واشتري فاكهه، فالفاكهه كانت برتقال وموز وجوافه، تمام. بس وروحت البيت لقيت ستي المتوفيه بتصب لام المواعين وكده، تمام. فهي ما رضتش تخلي حد يصب المواعين، قالت انا اللي اصبنها. فانا بقول سبحان الله، هدي كانت هتموت وربنا حياها تاني، وهي ميته بالفعل. انت عندك مشاكل زوجية؟ انا عندي مشاكل، انا مطلقة وان شاء الله قريب هنطلق تاني. ان شاء الله قريب ايه؟ هتطلق تاني. لا اله الا الله. طيب تمام. جبت زرعتين، يعني جنينتين، واحدة فيهم بتاعت ستي يعني مخضرة وحلوة، واللي جنبها ارض فاضية، تمام. بس والحلم الثاني، حلمت خالي هو اسمه علي بيشتغل في أرض فيها زرعتين، فراح مسك فرع شجرة وقال له خدي ده، هو احتمالها تزرعي قريب. مسك يعني شجرة؟ أنا أيوة، مسك شجرتين وقال له خدي الشجرة، يعني فرع شجر، وقال له هتحتاجي له قريب عشان هتزرعيه.
تمام. فبس فانا خدته ونزلت 3 سلالم كده، يعني عندي ناقي دماغ مسيحيين جيراننا، فعندي واحدة بقولها أنا عايزة أشيل الشجرة دي، فواحدة متوفية مسيحية وليا كبيرة، فدخلت سلمت عليها فهي مالت على إيدي وبستها. ميلت على ايدك وبستها. طب تمام يا ام احمد، اوكي. هي الرؤية الاولى الحمد لله مبشرة ليكي باذن الله. شراء الفاكهة ده رزق، والبرتقال والموز والجوافة يعني من طعام الجنة. الطلح، الموز ده الطلح، الطلح المنضود، والبرتقال فرحة. فباذن الله الرؤية مبشرة. رحت البيت لقيتي جدتك بتغسل المواعين. غسيل المواعين دي مشاكل زوجية عندك بتتحل، وجدتك المتوفية انت استغربتي من رجوعها، فسبحان الله. يعني هو امر هتعجبي منه، عندك مشاكل هتتحل بطريقة هتعجبي منها. ومش شرط حلها انه ما يكونش فيه طلاق، ممكن هو هيكون حاجة حل مرضي ليكي، إزالة لمشاكل في بيتك أيا كان شكل الـ يعني التصليح هيكون إزاي. تصليح، هي جت صلحت لك، جلت لك المواعين، خلصتك من الاتساخات بتاعتها، وجايلك حد، ما يعني حد كنا فقدنا الأمل فيه جه جدد لك أمل، نظف لك البيت. فبإذن الله حل مشاكلك عن قريب، وراحة نفسية هتحصل عندك إن شاء الله. الحلم التاني الشجر ده شجار خناق، وادهالك خالك، قرايب هيتدخلوا طبعا. انت قلتي اوريدي، يعني انت اوريدي قلتي عندك مشاكل، فواضح من الحلم ان هي المشاكل بتاعت زوجك تدخل القرايب فيها بيكبرها برضو شويه يعني نوعا ما. اخدتيها ونزلتي لجارتك المسيحيه، نصر، نصر ليكي، ووطت وبست ايدك، فواضح ان مشاكلك من الرؤيه الاولى والتانيه هتنتهي لصالحك، لشيء انت عايزاه، او شيء هيرضيكي، او شيء فيه صالح ليكي. يعني ايا كان اللي ربنا هيجيبه في صالحك باذن الله، والله اعلى واعلم. هنا عز الدين، اخويا حلم انه بيقرا سوره يوسف وبيبكي. بس انت ما قلتيش اخوكي حالته الاجتماعيه ايه، متزوج ولا اعزب ولا كبير ولا صغير، طفل ولا ايه. هو سيدنا يوسف مر بمراحل كتير، كان طفل صغير اخواته كادوا ليه وكانوا بيحسدوه على حب ابوه ليه، ورموه في البير. وبعد كده امرأة العزيز والعزيز اخدوه من البير، السيارة اللي كانوا معديين اخدوه من البير واعتبروه ابنهم وربوه وكبر. ولما كبر امرأة العزيز غوته. وبعد كده لما هو قال حاشا لله معاذ الله ورفض اغوائها وقال السجن احب الي، رموه في السجن. بعد كده جه الملك خرجه من السجن لما فسر له الرؤية، فسر له الرؤية فخرجه من السجن ورجع له حقه من عند امرأة العزيز ومن عند العزيز، وعينه على خزائن مصر، وجاب أهله ورد له رد مظلمته ورد حقه قدام أهله، أنه هو ما يعني رجع لأبوه. أنت قلتي بيبكي، أنا مش عارفة بكاء فرح ولا بكاء حزن. يعني هو اللي بكى في صورة سيدنا يوسف سيدنا يعقوب، بكى قال يا حسرة على يوسف، يعني بكى من الحزن على يوسف، ابيضت عيناه من الحزن على يوسف. فأنا معرفش لو أخوك ده كبير وعنده ابن ياخد باله على ابنه، يعني يتشك عليه على طول، يراقبه، يحافظ عليه، ياخد باله منه. هو اللي بكى سيدنا يعقوب بكى على يوسف. أما لو كان بيبكي فرحة ربما ربنا هينجيه من ظلومة، ربما هو هيكون تقي وهيحجب نفسه عن شيء حرام مش هيعمله. إنما في كل الأحوال إن شاء الله الرؤية مبشرة، والله أعلى وأعلى. إنجي حلمت إن خلفت، إنجي الجمال، حلمت إن خلفت بنت وكنت شايلاها وفرحانة بيها قوي، ببص في ودنها لقيتها لابسة حلقين زي ما تكون مولودة بيهم، كل ودن فيها حلقين. صحيت من النوم مستغربة بس فرحانة قوي، يا رب حظي يكون حلو ويتفسر المرة دي. طيب انجي، انا مش عارفة انت عزباء متزوجة، انت متزوجة غالبا، اتفسرت لك قبل كده انت متزوجة، في حمل ولا لا؟ لو مفيش حمل، الحلقين البنت اللي خلفتيها دنيا والحلقين دول خبرين حلوين. لو في حمل هتجيبي ولد بأمر الله وبإذن الله، المولود هيكون ولد ذكر، والله أعلى وأعلى.
سهيلة المصري، ده حلمي من الحلقة اللي فاتت. حلمت خير اللهم اجعله خير ان زوجي قال لي انت طالق، وبعدين لقيت فار ميت في المطبخ ورحت شلته ورميته بره الشقة واختفى، ما شفتهوش حتى في الشارع، وصحيت قبل الفجر بنص ساعة. طيب هو واضح يا سهيلة ان انتوا بتمروا بأزمة مالية، هو قالك انت طالق وبعدين لقيتي فار ورميتي ميت ورميتي الفار. وان يتفرقا يغني الله كل عن سعته. الطلاق هنا رزق، رزق ليكي ورزق ليه، والفار ده فقر، والفقر لقيتيه ميت ورميتيه ومشي بعيد. فبإذن الله هي انفراجة مالية هتحصل في البيت إن شاء الله، طرفك من طرفه مش مشكلة، المهم إن هي انفراجة مالية هتحصل وصلاح للحال، رزق جاي يعني بإذن الله، والله أعلى وأعلم. إنعام نصار، السلام عليكم. حلمت اللهم اجعله خير إن بنت خالة زوجي الله يرحمها تعطيني فول سوداني كتير بقشره، ووضعته لي في جيب عباية كنت لابساها، وكمان كيس صغير في بندق بقشر مع الفول السوداني، وهي الله يرحمها كنت بحبها جدا، أرجو التفسير جزاكم الله خير. تمام. هو طبعا مدام أنعام فسرت عندي قبل كده، هي متزوجة وهي كبيرة. بصي لو كانت الرؤية دي اللي حلمت بيها يعني في سن الإنجاب، ده هيبقى حمل، يعني هو رزق، والمكسرات دي كلها رزق، والبقشرها دي رزق زي مولود، رزق متغطي بحاجة. لكن هنا هو مال مكنوز بإذن الله، مال مكنوز ربنا، يعني ربما هتاخدي ورث، ربما في، إنما في خير جايلك قريب بإذن الله، خير خفي يعني ما كنتيش تعلمي عنه حاجة، هيجيلك من باب الله، من باب الله، والله أعلى وأعلم. هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، استنونا، اوعوا تروحوا في أي حتة. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل الأحلام بتاعت الرسائل من البيج ومن المسج ومن الجروب ومن كل حتة. يعني آلاء معانا، آلاء الجالي، عمتي حلمت إن ستي الله يرحمها جات لها في الحلم ولابسة حلو ومنورة وصغرانة في السن، والدق اللي كان في إيدها منور وحالتها حلوة قوي، وبتسقف وأنا واقفة قدامها وسايبة شعري وبضحك ومبسوطة جامد، وبضحك لها وبتقول لعمتي سقفي، ما بتسقفيش ليه؟ قلت لها هو أنا فاضية ودخلت المطبخ. قالت لها عمتي، قالت لها هو أنا فاضية ودخلت المطبخ. آلاء عمتك حلمت، انت كنت واقفة، مجرد واقفة في الحلم وسايبة شعرك، عمتك حلمت. بص يا آلاء، هي لو عمتك دي هي ولية أمرك، تمام، يعني هي في مقام مامتك، يعني لو مامتك مش موجوده لاي سبب ما، هتكون البشره دي ليكي انت. فليه بقى انا بقول كده؟ عشان هي قالت لها انا مش فاضيه ودخلت المطبخ، زي ما بيقولوا ام العروسه فاضيه ومشغوله، يعني هي قالت لها انا مش فاضيه ودخلت وسابتها، هي دي، يعني انا دي الكلمه اللي لفتت نظري في الرؤيه، انت سايبه شعرك وهي بتضحكي فضحكت فبشرناها بشره جايه لك، لكن اللي حلمت عمتك مش انت. فلو عمتك دي وليه امرك، ان هي حكت لك الحلم وانت بتحكي على الحلم ليكي وانت عزباء، فهي بشره ليكي باذن الله بارتباط قريب، والله اعلى واعلم. هناخد ام هاجر. السلام عليكم. الو الو، اتفضلي. ايوه حضرتك، بعد اذنك، بس هو انا حلمت حلم ان انا كنت خير. ان انا كنت حامل في الشهر الثامن، حلمت ان انا كنت حامل في الشهر الثامن، وفي شهر وكان في شهر 12، فحد بيقول لي انت حامل في شهر كام، بقول في شهر الثامن وفي شهر 12، في اخر 12 2020،
وهولد في سنة 2021 على 15/1. بس كده تمام. حالتك الاجتماعية ايه؟ متجوزة ولا عندك اولاد؟ ايوه ولدين. طب تمام، خير اللهم اجعله خير. بصي يا وتفكير صغير بس، في نفس الليلة حلمت ان تليفوني رن 3 رنات، وصبحت لقيت حد رنن عليا 3 رنات، 3 مكالمات. صبحتي في الحقيقة لقيتي حد رنن عليكي تلات؟ تمام تمام اوكي، شكرا ام هاجر. هي طبعا رنت التليفون دي احتمال عقلك الباطن وانت نايمه سمعتي الرنه وصحيتي لقيتيها رنه يعني، فمش هفسر دي. الحلم بتاع الحمل، انت حامل وفي الثامن وفي اخر السنه، في اخر 12، فهو حمل عندك، مشكله ولكن انفراجه قريبه جدا باذن الله. في الثامن يعني فاضل لك شهر وتولدي، وانت قلتي احنا في اخر السنه وهولد 15/1، مش لازم على 15/1 بالظبط، ممكن من النهارده، ممكن الاسبوع الجاي، ممكن اللي بعده، هيحصل ليكي مفاجاه ساره ليكي باذن الله. لو عندك ازمه ماليه هتتحل، عندك مشكله زوجيه هتتحل، انفراجه هم حمل انت شايلاه هيتفرج، ربنا هيفرجه بفضله، والله اعلى واعلم. معانا استاذه فايزه. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. عايزه اعرف، انا حلمت ان انا في شجره نبق وبجيب منها نبق كتير في كيس كده. خير اللهم اجعله خير. بس طب تمام تمام، اهلا بيكي شرفتينا. هو نبأ، هو خبر هيجيلك، خبر صار بإذن الله، هو خبر صار. النبأ فرحة وخبر مفرح، كلمة نبأ يعني خبر، فإن شاء الله انتظري خبر سعيد هيجيلك قريب بإذن الله، والله أعلى وأعلى. تمارا دكتورة شيماء، عندي حلم وأرجو تفسيره. أنا من كام شهر تقدم لخطبتي، هو عايش في بلد آخر بعيد، فبعث اخوه يكلم اهلي، ثم لظروف تراجع قراره، ثم بعدها بشهور هو واخوه جاء مره اخرى للتقدم لي، وكان في قبول من الطرفين، لكن ظروف اخرى من عنده تراجع. ده اللي حصل في الحقيقه. حلمت امبارح باخوه اللي كان جاي معاه لخطبتي، واقف في ارض زراعيه ومعاه عامل الزراعه، ومش عارف هذه الارض ملك لنا ولا ملك له، وانا رايحه اشوف الارض، انا معي 2 بنات صحباتي، وانا واقفه في النص ما بينهم، وحاطه ايدي على اكتافهم، ولاني اقصر منهم سندت على اكتافهم وبتمرجح، واحنا رايحين في اتجاه اخوه ولينا، وشاف شافني فرح، انا رايحه او فرح لما لقاني رايحه الحاله الاجتماعيه مطلقه. طيب ارد على تمارا علشان حلم طويل مش هقدر اعيده تاني. بصي تمارا، هو مش هيجي من وراه خير، من الاخر كده مش هيجي من وراه، بيمرجحك انت، اتمرجحتي في الهوا، والعلاقه دي هو قال لك جاي وما جاش، وقال لك جاي وما جاش، ده في الحقيقه. في الحلم انت داخله الارض الزراعيه، الارض الزراعيه دي نسائكم حرث لكم، وداخله معاكي 2، فمش انت لوحدك في حياته، عشان تكوني عارفه يعني، ده مبدئيا انت مش القصه الوحيده في حياته، وهو بيلعب بيكي، والله اعلى واعلم. خليكي حذره في علاقاتك وخليكي ذكيه شويه، والله اعلى واعلم. الاتصال معانا، الاتصال ولا ايه؟ الو الو، اتفضلي. ايه يا فندم؟ اتفضلي معاكي انا، قولي الحلم. بصي حضرتك، انا حلمت ان انا داخله بيت كده غريب اول مره ادخله، ولقيت 2 أطفال راكنين على السرير، بس هما تقريبا لسه يعني مولودين بقالهم فترة. تمام. فلقيت هما ولد وبنت، ولقيت البنت ايه عايزة كده، عايزين اشيلها، فانا شلتها، عمالة احب فيها وهي عمالة ايه، عمالة تحضني وكده. فلقيت 2 ستات جايين، بقول لهم انتوا مش شايلينهم ليه؟ قالوا ده احنا اصلا ما كناش عايزينهم، احنا اصلا ما كناش عايزين نخلفهم، وكان اختي المتجوزه كانت معايا في الحلم، فانا كنت عايزه اخد ولد، كنت عايزه اخد البنت منهم، وهم مرضوش. انا الحلم اتقطع كده،
الو، هي معايا، انت كملي. بس ايه؟ هو بس كده، انا ما وصلنيش الحلم خالص كده. بنتين، ولد وبنت، كانوا نايمين على سرير، شلت البنت. تمام، ايه تاني؟ بقولك انا كنت عايزه اخد البنت معايا. طيب اوكي، انت حالتك الاجتماعيه ايه؟ الحمد لله. لا، متزوجه كويس. ولا عزباء؟ لا عزباء. تمام اوكي. كان معايا اختي في الحلم، واختي دي يعني متجوزه. كان معاكي اختك، واختك متزوجه، دورها ايه في الحلم؟ دورها ليا معايا، وشلت الولد وانا شلت البنت. شالت الولد، هي عندها في حامل ولا حاجه؟ هي حامل اختك؟ لا بس هي معاها طفلين. طب تمام اوكي. الو، طب بصي، هو موضوع ارتباط ولكن هيكون فيه عقبه. الولد اللي كان موجود جنب البنت دي دنيا، موضوع ارتباط هيتفتح ليكي. الموضوع ممكن يكون من طرف اختك او واحد شبه زوج اختك او من مواصفاته، ولكن هيكون في عقبه معينه في الموضوع. فانت هتكوني عايزه الموضوع، انت كنت عايزه تاخدي البنت معاكي، انت هتكوني عاوزه الشخص ده او عايزه الموضوع يتم، ولكن في عقبه هتقف فيه، والله اعلى واعلى. طيب تمام. والمخرج بيقول لي خلص يعني. فانا قبل ما اختم عايزه اقول، اسماء وسما بيقولوا لسماح بكره باذن الله تقومي بالسلامه من العمليه، وان شاء الله عايزين كلنا ندعي لها، شفاها الله وعافاها، وان شاء الله اجر وعافيه باذن الله لسماح. وبحب اشكركم زي كالعاده يعني، والى اللقاء.